بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف السابع من مدارس قرطاج الدولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم والعود أحمد. الآن سنتابع معكم الدرس العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحرارة من الوحدة الخامسة لمادة العلوم. نحن نعلم وكما ذكرنا سابقا أنه لا بد من ترشيد استهلاك الطاقة، كما مر معكم سابقا في الصف السادس من مادة العلوم، لكيفية والسلوكيات المتبعة في ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة الطاقة غير المتجددة بسبب تلافيها والقرب على انتهائها لأنها غير متجددة. لذلك لجأ العلماء إلى الاستبدال من هذه الطاقة الغير متجددة إلى طاقة متجددة موجودة على مدى السنين. ونلاحظ كثيرا أن استخدام الطاقة المتجددة في هذه الآونة أصبح التركيز عليها بشكل كبير. السبب كما ذكرت بأن مصادر الطاقة غير المتجددة بدأ بالتلاشي. نلاحظ، ولا بد أن معظمكم قد شاهد ذلك أو منكم من يوجد في منزله السخان الشمسي، تلاحظ أن أنابيب الموجودة في السخان الشمسي من الداخل مطلية باللون الأحمر أو باللون الأسود أو باللون الأزرق، أي اللون الغامق، ولكن معظمها يكون باللون الأسود. لماذا يا ترى؟ الآن التفسير العلمي لهذه الحالة أو الظاهرة أن اللون الأسود يقوم بامتصاص الأشعة الشمسية لأنه لونه أسود، والألوان الغامقة بشكل عام تمتص الحرارة بشكل كبير، بينما الألوان الفاتحة لا تمتصها بل تعكسها. كذلك مر معكم في صلوات سابقة وخاصة في المرحلة السابقة في الصف السادس أن الألوان الفاتحة تقوم بعكس الأشعة الساقطة عليها. أما اللون الأسود فهو جسم معتم، والجسم المعتم يمتص الحرارة جميعها. ولو أجرينا تجربة، لو أحضرنا ميزانين من الحرارة، ميزانين زئبق، قمنا بإحضار قطعة قماش سوداء وقمنا بلف الميزان الحرارة بهذه القماشة، وأحضرنا ميزان آخر وقمنا بوضع قطعة بيضاء، قطعة قماش بيضاء، ولفيناها حول هذا الميزان ووضعناهما في نفس الظروف، أي نفس درجة الحرارة ونفس البيئة. الآن عندما نمسك بعد 15 دقيقة تقريبا، عندما نقرأ قراءة الميزان الملفوف بالأسود بقطعة القماش الأسود، نجد درجة حرارته مرتفعة، بينما إذا قرأنا قراءة الميزان الزئبقي الملفوف بالقماش البيضاء نجد قراءته تشبه تقريبا قراءة حالة الجو الطبيعي. السبب أن قطعة القماش السوداء قامت بامتصاص أكبر ما يمكن من الحرارة، وبالتالي أثرت على خزان الزئبق الموجود في الميزان فارتفعت درجة الحرارة فوق الطبيعي. إذن من العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحرارة أولها اللون. من الأمثلة كذلك نجد في فصل الصيف نرتدي القميص الأبيض، لماذا؟ لأنه يقوم بعكس الحرارة عنه. لو أردنا أن نجري هذه التجربة، وضعنا قطعة قماش سوداء، قميص أسود وقميص أبيض في نفس الظروف وتحت أشعة الشمس، ولمسنا القطعة السوداء ولمسنا القطعة البيضاء باليد الأخرى هكذا مع بعض البعض، نشعر بحرارة اللون الأسود أكثر بكثير من اللون الأبيض بالرغم من أنهما بنفس الظروف. السبب أن اللون الأسود قام بامتصاص كمية كبيرة من الحرارة الساقطة عليه. لذلك نستطيع أن نتوصل إلى العلاقة التالية، أنه العلاقة بين اللون وامتصاص الحرارة هي
كلما كان اللون معتما كلما امتص حرارة أكثر، وهذا ما يسمى بالعلاقة، والعلاقة طردية. كلما كان اللون معتما كلما امتص حرارة أكثر، وهذه العلاقة طردية. كذلك لو أتينا إلى السطح، ماذا نقصد بالسطح؟ لو أتينا إلى الإسفلت خشن، لونه أسود وخشن، وأتينا على سطح أملس لونه أسود كذلك وخشن، وأملس عفوا، أملس سطح أملس لونه أسود وسطح خشن أسود، أيهما نجد عليه حرارة أكثر، السطح الأملس أم السطح الخشن؟ السطح الخشن نجد أن حرارته أعلى بكثير من السطح الناعم. السبب، السطح الخشن يؤدي إلى التشتيت ولكن يكتسب حرارة أكثر، بينما السطح الأملس يقوم بعكس هذه الأشعة ولو بجزء بسيط منها، حتى لو كان لونه أسود يعكس جزء معين من هذه الحرارة، وبالتالي تكون السطح الخشن درجة حرارته أعلى من درجة حرارة السطح الأملس. وعليه نتوصل إلى أن ثانيا خشونة السطح والعلاقة كلما كان السطح خشنا كلما امتص حرارة أكثر، والعلاقة كذلك طردية، والعلاقة طردية. إذن كلما زادت خشونة السطح زاد الجسم امتصاصه للحرارة أكثر. لو أحضرنا قميص من الساتان لونه أسود وبلوزة من الصوف خشنة لونها أسود، نجد أن حرارة البلوزة أكثر بكثير من حرارة القميص الأملس. إذا نتوصل في هذه الحالة إلى أن اللون وخشونة السطح هما من العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحرارة، وتتناسب تناسبا طرديا، وتتناسب تناسب طردي مع امتصاص الحرارة. انتهى الدرس عزيزي الطالب. أرجو من طلبتي الأعزاء المتابعة أولا بأول، إلى أن نلقاكم في الحصة القادمة. لكم مني تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.